مستمعينا الكرام، ينطلق شوطنا 19، الشوط ما قبل الختام بإذن الله تعالى. نتواصل ونبدأ ونتعرف وإياكم على مقدمة هذا الشوط. هذا الشوط مخصص لفئة البكار لهذا السن، سن الحقائق هي أشواطنا اليوم. ونبدأ مع مقدمة هذا الشوط، القيادة والمقدمة مع صبا الحمود بن محمد بن سيف بن سالم النعيمي، من يتواجد مع صبا على المركز الأول. أما المركز الثاني ومن تتواجد هذه بلشة لمحمد بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري، ننتقل للمركز الثالث. ومن تتواجد هذا هو من يصل هنا شعار صالح بن علي بن صالح البريص المري هنا مع المتحدة على المركز الثالث. ننتقل للمركز الرابع. الرابع هو من تحتل المركز الرابع هذه الشاهينية، تعود ملكيتها لحمد بن مبارك بن حمد الشهواني. أما المركز الخامس في اللي تتقدم هنا على المركز الخامس، الوصول والتقدم هنا من منصورة الزاع بن علي الحميدي، من يصل على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود وإياكم إلى صدارة هذا الانطلاق. صبا مع المركز الأول. صبا مشاهدينا الكرام تنفرد انفراد كلي عن بقية المراكز. تنفرد صبا مشاهدينا الكرام أيها الإخوة الأفاضل مع الـ600 متر الأخيرة بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر. هذه صبا، صبو يا صبا، هذه صبا مشاهدينا الأفاضل، تعود ملكيتها لحمود بن محمد بن سيف بن سالم النعيمي مع صبا. صبا نعم مشاهدينا الكرام هي في عز الشباب وفي عز صباها، نعم مع هذه المقدمة، مع هذه الصدارة. يا سلام يا سلام على صبا وعلى انطلاقها بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. تنفرد صبا مشاهدينا الكرام انفراد كلي عن بقية المراكز. إذا نقول سلام يا راعي صبا، سلام، سلامنا وتحياتنا لصبا وراعي صبا، نعم بهذا الناموس وأداها الجميل وانفرادها الكلي عن بقية المراكز. إذا هذه هي لحظة وصول صبا إلى خط النهاية بعد فوزها وناموسها بهذا الشوط. تهانينا وناموس المركز الثاني مشاهدينا الكرام. وصلت على المركز الثاني زاهية لراشد بن محمد بن حمد الحسن المري. أما المركز الثالث، وصلت على المركز الثالث جور لحمد بن جار الله بن محمد البريدي المري. أما المركز الرابع، المركز الرابع وصلت في منصورة هزاع بن علي الحميدي. أما المركز الخامس، وصلت على المركز الخامس هذه عوايد لراشد بن محسن بن علي بن ديلة المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام شاهدنا وإياكم هذا الشوط، وشاهدنا صبا عند فوزها وتحقيقها بالمركز الأول بدون أي أوامر وبدون أي تعليمات وانفرادها الكلي عن بقية المراكز. إذا هذا هو ملخص هذا الشوط مع مخرج هذا النقل الحي والمباشر علي بن محمد بوشارب المري، وكذلك أيضا أحمد السادة. نتابع وإياكم التوقيت الزمني 2:56 53 جزء من الثانية. هذا هو كان توقيت صبا. تهانينا لحمود بن محمد بن سيف بن سالم النعيمي على هذا الناموس. أما المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني زاهية قطعت المسافة 3:02:68 جزء من الثانية. هذا هو توقيت زاهية. تهانينا لراشد بن محمد بن حمد الحسن المري. أما المركز الثالث 3:03:40 جزء من الثانية. هذا هو توقيت جور. تهانينا، أو نعم توقيت حور. تهانينا لمالك حور حمد بن جار الله.